اوه فلتنا بالثلاث نقط، الحمد لله رب العالمين، قدرنا ان احنا نطلع بالمكسب في اخر دقيقه عن طريق عثمان ديمبلي. بس لو حبينا نتكلم النهارده على برشلونه عمل ايه جوه الملعب قدام بلد الوليد، فمحتاجين ان احنا نتكلم مع بعض بهدوء وبشويه منطق. في البدايه ممكن تعمل لايك او سبسكرايب علشان خاطر عثمان ديمبلي قدر ان هو يجيب هدف الفوز ونوصل ل 65 نقطه، نبقى تحت اتلتيكو مدريد بفرق نقطه واحده، ونبقى بنلعب على الفرصتين قدام ريال مدريد. هنتكلم النهارده على مباراه برشلونه واتلتيكو بالباو، ونرجع نتكلم على موضوع الفرصتين قدام ريال مدريد. ده ايه اللي كان مخلي برشلونه سيء قوي النهارده كده؟ هل فعلا التفكير في مباراه ريال مدريد من جانب اللعيبه، وان اللعيبه ذهنيا كانوا مشتتين وميسي خايف ياخد انذار هو وفرانكي ديونج علشان خاطر ما يغيبوش؟ لا، ده كلام بتحب تقوله لما تتكلم عن الفريق بتاعك كان مضغوط ذهنيا، وان الفريق بتاعك عنده مشاكل ذهنيه علشان قلقان ومقلق من مباراه كبيره جدا. الكلام ده بتقول لما الفريق بتاعك يكون زيرو خبرات، او يكون خبراته نوعا ما مش عاليه قوي. انما احنا بنتكلم على برشلونه وعلى ريال مدريد، يعني موضوع الكلاسيكو وان اللعيبه بتاعتك مش مركزه في المباراه اللي هما بيلعبوها دي علشان خاطر مركزين في مباراه الكلاسيكو اللي هما الماتش ده بثلاث نقط قدام بلد الوليد، والماتش الثاني بثلاث نقط قدام الريال. ولو تعثرنا النهارده قدام بلد الوليد هننزل نلعب على ريال مدريد مباراه هيكون عندنا فرصه واحده بس، وهي ان احنا ننتصر في المباراه، عكس ما ان احنا نكسب بلد الوليد ونروح هناك نلعب على نتيجتين التعادل او المكسب. علشان كده برشلونه النهارده اللي كان سيء فيه ما كانش افكار لعيبه في مباراه ريال مدريد، اللي كان سيء في برشلونه حاجه بسيطه، الحاجه اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي كانت مساعده او من العوامل المساعده لرونالد كومان في التطور اللي حصل، وهي من جويزا وقدامه سيرجينيو ديست اللي بيفتحوا مجال جديد ان برشلونه يلعب شمال على جوردي البا ويمين على ديست. النهارده ديست كان ضايع تماما، هو ومن جويزا وكمان عثمان ديمبلي قدم. لما ديست مش فايق وكمان من جوزه وراه مش فايق، معناه ايه؟ ان ميسي هيشيل الناحيه الهجوميه اللي في الناحيه اليمين كلها لوحده. موضوع ان ميسي يشيل الناحيه اليمين لوحده بتكون صعب، لان ميسي احنا معروف ان ميسي مش بيلعب على اطراف كتير وبيحب يلعب في عمق الملعب، ولما تلاقي ميسي دخل على عمق الملعب قدام فرقه بتلعب بال 3 5 2 و 3 5 2 الثلاثه اللي في نص الملعب بينزلوا سواء اوسكار اللي اتطرد او كمان روخا او الكاريز علشان خاطر يخلوا ما فيش مساحات ميسي يقدر يتحرك فيها، فبتلاقي ان وقتها برشلونه عنده مشكله. ولما الكره تتقطع بتلاقي ان ناتشو بيعمل زيادات علشان خاطر يفتح المجال لكنان كودرو كمان سيرجيو جوارديولا علشان خاطر يعرفوا يتحركوا. والناحيه الثانيه لقينا ان جانكا برضو بيتحرك، ولقينا ان بلد الوليد عامله جيم كويس دفاعيا وجيم كويس هجوميا، وشوط اول برشلونه كان سيء جدا فيه الا اللقطه بتاع سيرجينيو ديست اللي ممكن تتحسب ضربه جزاء عادي، وفي حكام تاني ممكن يتنشوها ما يحسبوهاش ضربه جزاء، والكره برضو بتترد على برشلونه وبتخبط، او ممكن تقول كده ان هي ممكن تكون خبطت في ايد جوردي البا، بس هي في الحالتين ما تحسبش لان الكره قريبه جدا، يعني ما فيش حكم ظلم برشلونه ولا التحكيم بتاع بريز قاعد لنا على الواحده والكلام ده. ونص الشوط الثاني يلا يا عم كومان نحاول نغير. لا، ما احنا وصلنا لمرحله الحسم بقى في الدوري، مرحله الحسم في الدوري بنفتكر حاجه مهمه ان احنا ال 11 لاعب ولاعبين ثلاثه على الدكه والباقي كله جايبينهم من لمسية علشان خاطر ما عندناش لعيبه على الدكه، فده معناه ايه؟ ان ميسي لازم يخلص او عثمان ديمبلي لازم يتصرف علشان خاطر جريزمان معروف ماتشات كبيره مش بتاعتي وما بقدرش انا اشيل برشلونه ومش جاي انا اشيل برشلونه، انا عايز حد يشيلني، انا لسه راجع من المنتخب وجاي لي اجهاد، وسبحان الله تحس ان لعيبتنا بس هي اللي كانت بتلعب في تصفيات كاس العالم لوحدها، اللي هو يا جماعه ايه الاجهاد اللي عندكم ده؟ طب بدري شوت، بدري شوت مع كل التكتلات الموجوده في منطقه الجزاء دي محتاجه حد يشوت بدري، يلا نشوت بدري. حتى فعلا الشوطه الوحيده اللي شوطها بدري الشوط الاول الحارس كان غلط فيها وخبطت في العارضه، الحارس كان واحد من نجوم المباراه النهارده، ولقينا ان مره واحده بقى مطلوب مننا ان احنا يلا يا جماعه ننزل نجيب اي جون علشان خاطر ما ينفعش نتعادل قدام بلد الوليد. يا اسطى ده احنا كده هنبقى بنهرج احنا واتلتيكو، اتلتيكو خسران من اتشيبيليه وبيقرب لنا موضوع الدوري، ونيجي احنا نتعادل مع بلد الوليد يا عم ما ينفعش نحاول ان احنا نشد بس على نفسنا شويه، معلش بس جو الدلع والمياع اللي اللعيبه كانوا بيعملوها محتاجين نسترد شويه، عايزين نجيب جون بقى. كنا سايقين برضو لحد ما بنلاقي ان اوسكار بيدخل دخله غبيه جدا على عثمان ديمبلي وبيطرد، وبتلاقي ان بلد الوليد بتلعب ب 10 لعيبه. هتقول لي انت ليه ما تكلمش على التغييرات بتاعه الاسطوره الحيه رونالد كومان؟ هقول لك معروفه، ما احنا اتكلمنا في برضه نفس الفيديو اللي كنا فيه على تطور برشلونه، قلنا ان الراجل بيدي 60 دقيقه لبوسكيتس وبعد كده بيجي مغير بوسكيتس وبيجي مطلع فرانكي ديونج من مركز اربعه كان مساك وحطه مركز سته، ويلا عم فرانكي العب واعمل وجبات هجوميه وكده كده اروخو هينزل مكانك علشان خاطر تغيرت اروخو خلاص بقت معروفه. المره دي بقى راح مطلع من جويزا وقال لك هننزل ترينكاو معاه وهننزل الاسطوره الحيه بروس وايت اللي كل ما بشوف برشلونه بتعقد، وبنكمل زي ما احنا.
وما بنعملش اي خطوره لحد ما الدقيقه 90 بتيجي وعثمان دمبوس بيقدر ان هو يخلص المباراه على خير والحمد لله رب العالمين. بنطلع بالثلاث نقط بعد طلوع الروح علشان خاطر ما حدش كان مستني سيناريو ان احنا نتعثر ومش ناقص حرق الدم هي، ويعني احنا متحملين حته ان احنا بقى عندنا حلم ان احنا ننافس على الدوري والكاس عشان ننسى موضوع دوري ابطال اوروبا، وان احنا بنلعب الاثنين وفي ماتشات بكره في دوري الابطال وبننسى الكلام ده، فمش هيبقى اداء سيء، وكمان في لعيبه مش قادره ان هي تقف على رجليها. ونطلع نتكلم عن اللعيبه بيفكروا في الكلاسيكو، تفكير في الكلاسيكو ايه؟ ما قلنا لك من اول الفيديو دي مش عيال صغيره هتقول ان هم كان عندهم جانب ذهني ضايع على كلاسيكو، لان انت ممكن تروح في الكلاسيكو وتخسر عادي جدا، بس انت دلوقتي بعد المكسب متاح لك انك تروح تلعب على التعادل بالراحه، بس انت ممكن تروح تلعب على التعادل عادي في ريال مدريد وتلاقي ان انت طالع بنقطه. انما موضوع ان احنا نروح ونكسب ريال مدريد، احنا فريق لحد دلوقتي يعني تقدر تقول كده ان النبته بتاعتنا ما طلعتش فروع قويه قوي، احنا لسه نبته صغيره بتطلع نبته خفيفه كده، بنحاول ان احنا نستنى فروعها ونستنى نشوف هتطول ولا لا، ونستنى نشوف البذور بتاعتها هتبقى عامله ازاي. احنا لسه نبته مش قويه، فاحنا لسه فريق مش صلب قوي، فريق مش واقف على رجله بفضل امكانيات منظومه جماعيه، لا احنا شويه فرديات يا باشا. احنا كده كده زي ما قلت لك مانجويزا وقدام موديست بيعملوا واجب هجومي قوي جدا ناحيه اليمين عشان يساندوا جوردي ألبا اللي بيعمل واجب هجومي ناحيه الشمال مع ميسي اللي بيبقى عنده عنصرين يلعب عليهم، يا شمال ألبا يا يمين ديست. النهارده الفرده اليمين كانت واقعه منها، فكنت مضطر انك تلعب ناحيه جوردي ألبا ومع المساندات اللي انت بتاخدها من عثمان ديمبلي كل مباراه. النهارده ديمبلي كان سيء هو انطوان جريزمان، فالموضوع كان صعب جدا جوه الملعب بالنسبه لك علشان خاطر ترجع تاني تفتكر ان الفكره كلها فكره فرديات يا عزيزي، ومش تطور منظومه ولا اي حاجه من الناس بتتكلم عليه دلوقتي. انا عارف ان الكلام بتاعي محبط ليك، بس والله هي دي الحقيقه وهو ده اللي انا شايفه حقيقي في وجهه نظري الشخصيه. لو انت متفق معايا اعمل لايك وسبسكرايب للفيديو، لو انت مش متفق فالحمد لله رب العالمين، اقدر افلك بالثلاث نقط على خير.